ولادي حبايبي، السلام عليكم، ازيكم؟ احنا النهارده ان شاء الله باذن الله عايزين نحل الهوم ورك بتاع شيت 2، تمام؟ تاني حصه عندنا في الريبرودكشن، حلو؟ يبقى احنا عايزين نشتغل في تاني حصه في الريبرودكشن ونبدا مع بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم شيت 2. عندنا اول سؤال 81، طبعا انا مكمل ارقام على اللي قبله، فانت هتلاقيك ماشي بالترتيب كده. فهنا بيقول لك study the following figure then answer the following questions. 81 82 عندك ايه؟ ما تنساش بس عشان ده مترجم بالعربي، فماشي من اليمين للشمال. الفور كروموسوم اتقسموا 4 و4، هنا بي الايت كروموسوم اتقسموا 4 و4، بعد كده اداني 4 فورس. هنا سي 8 كروموسوم بقوا 16 و16، انا مش عارف ازاي، بعد كده اتقسموا 4 و 8 8 8 دي بقت 8 و8. بيقول لك which one of these figure represents mitotic division؟ انا عايز اعرف مين من دول يعتبر mitosis. فالميتوزيس عندك ان هو اولا كانت بتدي 2 سيل ولا 4 سيلز؟ دايما الميتوزيس السيل اللي كانت بتتقسم لاثنين. تاني حاجه، هل هما جينيتيكالي ايدنتيكال ولا ديفرنت؟ لا، قلنا ان هما جينيتيك ايدنتيكال زي بعض بالظبط، صح؟ طب عدد الكروموسوم متساوي، يعني دي لو كانت 2 ان دي هتبقى 2 ان ودي هتبقى 2 ان. طب لو فرضنا ان احنا بدانا بيها ان، برضو دي هتبقى ان زيها ودي هتبقى ان زيها، يعني نفس عدد الكروموسوم لا يتغير. فبالتالي انت بتدور على ميتوزس، يبقى حاجه بتدي 2 سيلز، يبقى اللي بيدي 4 سيلز لا، يبقى انا ما بين ايه وما بين دي. حلو. طيب هنا الاربعه ادوا 4 و4 زي بعض بالظبط، تنفع. هنا الثمانيه ادوا برضو 8 و8 زي بعض بالظبط، فبرضو تنفع. فبالتالي انا شايف ان الاجابه اللي تنفع عندي هما الاثنين اي اند دي. عشان كده هنا حبيبي الطالب سؤال رقم 81 الاجابه الصحيحه بتاعته كانت الاجابه سي. وندخل هنا يا اولاد على سؤال رقم 82، which one of these figure represent meiotic division؟ اللي هو كان meiosis. meiosis يعني ايه؟ اتفقنا ان هنا السل بيتقسموا اتنين، وبعد كده ولاد الاتنين دول بيتقسموا ايه؟ اربعه، صح كده؟ وهنا قلنا حبيبي الطالب الاربعه اللي طلعوا دول genetically identical ولا different؟ different. يعني ايه different؟ يعني الصفات الوراثيه في كل واحده مختلفه عن التانيه تماما. حلو. طيب في نفس الوقت عدد الكروموسوم لو هنا 2n هنا يبقى n و n نصف العدد، وهنا يبقى 4 n n n n، صح كده؟ الاربعه كلهم زي بعض، فبالتالي لما يدينا 4 زي بعض، يعني مثلا لو عندي هنا طبعا بيدي 4، يعني كده الاثنينات دول استبعدناهم، انا يا بي يا سي، يبقى الثمانيه كروموسوم لما يقل للنص 4 و4 ماشي، بعد كده يديني 4 4 4 4 4 4 دي كده ماشي تنفع ميوزس. لكن معقوله الثمانيه يتقسموا 16 و16؟ لا، ده اختراع كده عاملينه عشان نلبس سعادتك. يبقى الحاجه الوحيده اللي تنفع عندي هنا ان هي تكون ميوزس، هي الاجابه بي او بي اونلي. وصلت؟ ومن هنا حبيبي الطالب تعالى نخش على كويشن نمبر 83. السؤال هنا بيقول لك ايه؟ primary oocyte in human female is formed in. طبعا طالما ما بيقول لي oocyte واضح ان دي مرحله من مراحل تكوين الاوفم، صح كده؟ ومراحل تكوين الاوفم، عمليه تصنيع الاوفم، سميناها كلمه ايه؟ oogenesis. يبقى نرجع مع بعض بسرعه كده ونفتح الصفحه بتاعتنا ونجيب الاوجينيسيس، هنلاقيها عندنا في الكتاب. ايوه هنا اهو، اللي هو هتلاقي عندك بيج 9 في كتاب السنه دي. حلو. وهنلاقي عندك الاوجينيسيس، ولو تفتكر معانا احنا كان عندنا حاجتين بيحصلوا ديورنج امبريونيك ستيجز، اللي هم من برايمري جيرم سيل الى اوجونيا، وكمان من اوجونيا الى برايمري اوسايت. يبقى البرايمري اوسايت اتعملت امتى؟ لما كانت البنت جنين في بطن مامتها، وقلناها ساعة الشرح. يعني لو احنا جالنا بيبي ومسكنا مولود وقلنا مبروك عندك بيبي جيرل، بنوتة لسه مولودة، تمام كده؟ ساعتها الأوفري بتاعتها جواها هتلاقي عندها برايمري ايه؟ أوسايت. يبقى دي اتعملت لما كان الجنين في بطن مامتها. طيب يبقى نشوف كده انهي إجابة بينهم بتقول الكلام ده. During embryonic development تمشي. After puberty لأ، لان البيبرتي دي ساعتها مفروض ان البرايمري يتحول لسكندري، فخلاص كده بعد البيبرتي هنبدا نحر، يعني البرايمري مش اتعمل ده هيعمل حاجه تانية. فيرتلايزيشن ده اخر خطوه خالص لما كنا بنعمل ميوزيس 2، يبقى ده ما ينفعش.
بيفور بيوبرتي هي عندها برايمري اوسايت، انا معاك، بس هل هي اتكونت بيفور بيوبرتي ولا اتكونت لما كانت جنين؟ لا، اتكونت لما كانت جنين. عشان كده هنا حبيبي الطالب الاجابه الصحيحه اللي بتوصف صح هي الاجابه ايه، ان دي اتعملت ديورنج امبريونيك ديفلوبمنت. وصلت؟ ومن هنا ندخل حبيبي الطالب على كويشن 84. السؤال هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك from the opposite figure the stages between two structures A and B. حلو، في مراحل من A ل B. تمام؟ B occurs under effect of A. قبل ما نجاوب السؤال عايزين نراجع الرسمة بسرعة. أولا دي اسمها TS in the ovary، قطعة بالعرض في الأوفري. حلو؟ بتبدأ أولا بخلايا صغيرة جدا، حلو، اللي فيها primary oocyte، يبقى بتبدأ بأنهي واحدة؟ بالبرايمري أو first oocyte. بتبقى جوه حاجه اسمها جرافيان فوليكل، اماتيور جرافيان فوليكل. يبقى هنا الجرافيان فوليكل كانت لسه مش ماتيور. قعدنا نص الشهر الاولاني نكبر في الجرافيان فوليكل لغايه ما بقى اسمها ايه؟ ماتيور جرافيان فوليكل. وحصل بداخلها مايوزيس 1 عشان دي تتحول لحاجه اسمها سكندري اوسايت. حلو، بعد كده حصل ايه؟ حذفنا الاوفم، او حذفنا بمعنى ادق السكندري اوسايت. لما حذفنا السكندري اوسايت تحولت لحاجه اسمها كوربس ايه؟ ليوتيم، اللي فضل لغايه اخر الشهر يصغر 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 لغايه ما تلاشى وانتهى تمام. مين الهرمونات اللي بتشغل السايكل دي؟ بيقول لك اندر ذا افكت اوف، مين اللي بيشغلهم؟ فهتفاجئ هنا ان اللي بيشغلهم غده من تحت المخ، كنا بنسميها بيتيوتري جلاند، اللي هي فيها هرمونين اف اس اتش وال اتش حتى الان انت دارسهم. الاف اس اتش اسمه فوليكل ستيميوليتنج هرمون، يبقى مين اللي بيكبر الفوليكل؟ اف اس اتش. طب مين اللي بيساعد احذف الاوفم؟ يبقى اللي بيساعد على حذف الاوفم عمليه الاوفيوليشن ده هرمون تاني اسمه ايه؟ ال اتش. يبقى الاف اس اتش كبر الفوليكل والال اتش يحذف. حلو، ولما كبرنا الفوليكل كانت بتطلع هرمون اسمه استروجين، ولما عملنا كوربس كانت بتطلع هرمون اسمه بروجستيرون. هو بيقول لي بقى بي اللي هو الجرافيان فوليكل الكبيره دي كبرت تحت تاثير مين؟ مين اللي حفز ان البي تكبر؟ مين اللي حفز ان الجرافيان فوليكل تكبر؟ يبقى هرمون اسمه فوليكل ستيميوليتنج هرمون اللي هو اف اس اتش. يبقى اللي ساعدنا ان انا اكبر بي او اكبر الفوليكل اللي هو الفوليكل ستيميوليتنج هرمون او الاف اس اتش، وبالتالي هنا حبيبي الطالب بقت الاجابه الصحيحه عندك هي الاجابه سي. وصلت؟ وتعالوا هنا ندخل على كويشن نمبر 85. بيقول لك قول لي عدد الفيميل جاميتس اللي ريزلتد فروم 5 برايمري اوسايت. هو كجيفن قال لي ايه؟ قال لي عندي 5 اوسايت، عايز تعرف اطلع كام فيميل جاميت. فيميل جاميت يعني اوفم، يبقى 5 اوسايت هيعملوا كام اوفم؟ ده هيعمل كام من ده؟ وصلت؟ طيب تعالى كده نرجع لعملية تصنيع الاوفم اللي كان اسمها اوجينيسيس، ونرجع نبص كده عندي. يعني انا لو بدأت بخمسة من البرايمري اوسايت هيعملوا مايوزيس 1، هيبقوا 5 سكندري اوسايت و5 بولار بطن. الواحدة بتتقسم واحدة واحدة، يبقى الخمسة هيتقسموا 5 و5 وكمل، والخمسة دول هيكملوا 5 اوفم و5 من بولار بادي دي، والخمسة دي كمان هتتقسم 5 هنا و5 هنا، يبقى انت عندك 4 خمسات. طيب ايه اللي هيحصل في الاخر؟ هناخد الخمسة بتوع الاوفم دولت الخمسة في ميل جميل، يبقى لو عندي 5 برايمري اوسايت هيعملوا كام واحدة من دي؟ 5 اوفم. او بمعنى تاني، شايف الكبيرة دي؟ كل واحدة كبيرة من دي عملت واحدة كبيرة من دي عملت واحدة كبيرة من دي، فدي عملت دي عملت دي، يبقى الخمسة يعملوا 5 يعملوا 5. يبقى إذن عدد الأوفم اللي هو الفيميل جميت هيطلع كام واحدة في الآخر؟ 5. وعشان كده حبيبي الطالب هتبقى الإجابة الصحيحة عندي هي 5. وصلت؟ أو الإجابة إيه. طيب ندخل هنا حبيبي الطالب على كويشن 86. بيقول لك هنا starting with 4 cells، 4 خلايا من الأوجوني جوه أوفري كات. يبقى انا بدات بكام سيل؟ 4 من انهي واحده؟ اوجونيا. حلو، طيب ده في اوفري كات، الاوفري بتاع الكات بتاع الاوفري بتاع القطه. تمام، انت كويس، الاوفري بتاع القطه. حلو، وعلى فكره القطط زينا بالظبط، يعني نفس الفكره بنفس الاوفم بنفس كل حاجه. انا عايز اعرف بعد نهايه الديفيجن ما هو اقصى عدد ممكن نطلعه من السيلز في الاخر.
طب ما تيجي سوا كده نرجع تاني عملية الاوجينيسيس، حلو، ونحاول نمسح الأول الأرقام اللي احنا كتبناها عشان ما تلخبطكش. أول خمسات هشيلهم، حاضر، يبقى احنا بنشيل الخمسات اللي موجودة عندنا، ماشي، ونقوم جايبين نفس القلم بس نغير اللون، غير اللون يا جدع. أيوة أهو، أيوة، كام أو أو جنيه؟ أربعة. كل أو أو جنيه تخزن أكل وتكبر، يبقى هتعمل كام برايمري أوسايت؟ أربعة. كل برايمري أوسايت هتعمل ديفيجن، هتعمل إيه؟ أربعة هنا وأربعة هنا، كل واحدة فيهم تعمل مايوزيس 2، يعني أربعة هنا أربعة هنا أربعة هنا أربعة هنا، يعني كام أوفم؟ أقصى عدد نوصل له أربعة أوفم. كام بولار بادي؟ تلات أربعات، تلات أربعات يعني 4 بلس 4 بلس 4 يعني 12، يعني أنا وصلت في النهاية لكام؟ لأربعة أوفم و12 بولار بادز. ده أقصى عدد ممكن نعمله عندنا من عملية الإيه؟ عملية الأوجينيسيس، صح؟ فبالتالي هندور على الإجابة اللي بتقول 4 أوفا مع 12 بولار بادي، تمام؟ تبقى الإجابة الصحيحة عندي هنا هي الإجابة بي. وصلت؟ حلو، ومن هنا حبيبي الطالب تعالى ندخل على كويستشن إيه؟ 87. بيقول لك هنا the number of mature ova، في كام أوفا ماتيور بتطلع من كل أوفري لواحدة non pregnant woman كل سنة في النورمال كيسز. طيب احنا اتفقنا ان الست لو عندها اتنين اوفري، حلو، الاتنين اوفري دولت هي بتعمل ايه؟ هي بتحدث شهر من هنا وشهر من هنا، شهر من هنا وشهر من هنا، صح؟ حلو، واتفقنا ان السنه كلها فيها كام اوفا؟ 13 شهر عند الست. ليه 13 يا مستر؟ هفكرك، هي السايكل عند الست كانت بتحصل كل قد ايه؟ 28 يوم. حلو، يبقى هي عندها 28 يوم، ده الشهر بتاعها. السنة فيها كام شهر؟ فيها 12 شهر، هي هتعمل 12 شهر زيهم، بس كل شهر في يومين ثلاثة زيادة، لأن الشهر في السنة الحقيقية 30 أو 31، ففرق اليومين أو ثلاثة زيادة على مدار السنة هيجمع شهر زيادة. يعني ست بتعمل السايكل بتاعتها المنسترال سايكل ده، اهي قلنا بلاش كلمة بيريود بقى، هنخليها الاسم الطبي، الست بتعمل المنسترال سايكل دي 13 مرة كل سنة، ده لو كانت من التو اوفرز. بس سؤالي هنا بيقول لي فروم ايتش اوفري، حلو، يبقى هي عملت 13 مره. طب من كل اوفري بقى قد ايه؟ واحد بيطلع 7 والتاني بيطلع ايه؟ 6. عشان كده هيبقى الرقم بالنسبه لي هنا يا 7 يا 6. فلما بصيت في الاختيارات ما لقيتش غير الرقم 6 هو اللي موجود، فبالتالي اخترت الاجابه ايه؟ اللي هي بتطلع 6. طب الكلام ده فين يا دوك؟ اقول لك برضو ان انا حتى الاستنتاج كتبته لك، عشان انا عارف ان في ناس مخها حلو ونضيف، فلازم اكتبه لك. لو قال لك فروم ايتش اوفري، يعني من كل جنب واحد، فهي بتطلع اوفم كل 56 دايز وعددهم من 6 ل 7 اوفم. ولو قال لك الاثنين في نفس الوقت، يبقى احنا كل 28 يوم و13 واحده في السنه. حلو، فاحنا اتفقنا من جنب واحد هما يا 6 يا 7، وطبعا اللي عندي هنا في السؤال رقم 6، وعشان كده لما جاوبنا السؤال ده لقينا ان الاجابه الصحيحه كانت الاجابه اي. ومن هنا حبيبي الطالب تعالى نخش على سؤال 88. فروم ايتش اوفري برضو، من كل واحده بس، الاوفم بتطلع كل كام يوم؟ في ناس مذاكره وحافظه تمشي معاهم، بس انا ما بحبش الحفظ قوي، وفي ناس بتفهم. انت عندك اتنين اوفري، الاوفري الشمال والاوفري اليمين، انا اكتبهم ليفت ورايت، دي بتحذف اوفم الشهر ده، يبقى احنا الشهر ده اللي على الشمال طلعت اوفم، بعدين اليمين هتحذف اوفم الشهر اللي بعده، ادي كمان 28 يوم، عشان الشمال ترجع تشتغل تاني يبقى كده اشتغلت في الشهر التالت. حلو، يبقى انا لما اقول الاوفر الشمال بس اشتغلت كل كام يوم؟ هي اشتغلت شهر وريحت شهر وهتبدا شغل، يعني هي بتشتغل مش كل شهر، كل شهرين، وانت خلي بالك كل شهر، شهر من هنا وشهر من هنا، فدي اشتغلت الشهر ده وريحت شهر وهتبدا شغل، يبقى الفرق ما بينهم مده قد ايه؟ فرق شهرين. شهرين دولت بالنسبه للست يعني 28 يوم بلس 28، 28 بلس 28 يطلع 56، عشان كده الاجابه هنا هتبقى الصحيحه الاجابه دي كل 56 ايه دايز. ومن هنا حبيبي الطالب كويشن 88 كانت اجابته دي، وتعالوا سوا ندخل على كويشن 89. بيقول لك ايه؟ ذا فولكيولر سيلز، الكلمة الخبيثة دي follicular cells، يعني خلايا الفوليكل، يعني الخلايا بتاعة الجراف، يعني ايه فوليكل، ماشي.
that remains in the ovary الذي تبقت في الأوفري بعد عملية ovulation بعد ما حذفنا مين الأوفا هنسميها ايه تاني بس على الرسمة فين يا عم تي اس اهو بيقول لك الفولكولار سيلز خلايا الجرافيان فوليكل بعد ما عملت عملية ovulation التي يتبقى منها هنسميها اسم ايه يعني بعد ما الجرافيان فوليكل ما حذفت الاوفم اللي بقي عندنا بواقي الفوليكل هنسميها اسم هنسميها الجسم الايه الاصفر او ان انجلش هنقول كوربس ليوتيم عشان كده اللي هيبقى عندنا هنسميه مصطلح كوربس ايه ليوتيم عشان كده كويشن 89 كانت الاجابه الصحيحه عنده الاجابه دي وصلت حلو وتعالى هنا حبيبي الطالب ندخل على كويشن رقم ايه 90 كويشن 90 بيقول لك 50 years old unmarried woman واحدة ست عندها 50 سنة المينسترال سايكل استوبت بطلت تعمل اوفم ماشي يعني الست كانت عندها بيريد بتتكرر او منسترال سايكل ووقفت خالص عند سن 50 ليه وقفت؟ اصلها كانت كل شهر بتستهلك اوفم ولما وصلت 50 سنة الاوفم خلصت خالص If this woman reached puberty at age 12 هي بدأت البلوغ من سن 12 يبقى بدأت من 12 وخلصت عند كام؟ ال 50 حلو معنى الكلام ده قعدت كام سنة تعمل في أوفا؟ من 12 سنة بدأت وخلصت في 50 يعني هي 50 ماينس 12 بص هو 40 ناقص 2 38 سنة ولو أنا غلطان احسب معايا غلط حلو يبقى هي الست كده قعدت 38 سنة تخرج في أوفا تعرف ان كل سنة بنطلع 13 اوفم فال 38 عندي دي هنعملها تايم 30 لان كل سنة الست بتطلع 13 اوفم حلو يبقى التوتال بتاعها قد ايه محتاجة كالكوليتور بقى تعال نحسبها سوا كده نفتح هنا ونقول هنا والله احنا قلنا 50 ماينس 12 38 والله برافو عليا تايمز 30 تطلع 494 ماشي يبقى احنا نقول هنا اقرب حاجة ليها فعلا كانت 495 وصلت الفكرة عشان كده حبيبي الطالب احنا عملنا ايه واحد حسبنا عدد السنين اللي الست كانت بتعمل فيها ovulation وقلنا ان كل شهر بتطلع ovum فقلنا بس الست عندها ايه كل سنة بتطلع 13 فبالتالي عدد السنين time 13 طلع لي عدد الاوفا في الايه الفترة كلها وعشان كده حبيبي الطالب question 90 كانت الإجابة الصحيحة بتاعته هي الإجابة C طيب تعالى نخش على 91 سؤال لطيف سهل جدا من المعاصر بس برضو بيشغل مخنا حبتين The opposite figures represent sections in adult female ovary في different stages من menstrual cycle مراحل الأوفري بتتحرك فيها Which of the following represents the correct arrangement يبقى أنت طالب مني أنا ندي لك الترتيب الصحيح ماشي ليه الفيجرز دي واحد بنحذف اوفم اتنين بقت كوربس ليوتيم احنا اتفقنا لما بنحذف اوفم البواقي بتتحول الى كوربس ايه ليوتيم اكيد واحد قبل اتنين تلاتة الجرافيان فولك الكبيرة لسه ما حذفتش يبقى معنى كده ان تلاتة هتحذف زي واحد يبقى انا لو عايز ارتبهم هقول تلاتة ماتيور جرافيان فولك تحذف الاوفم فبقت الرسمة واحد وبتحذفه وبواقي الجرافين بقت كوربس ليوتيم اللي هي الرسمة اتنين فكده يبقى بالنسبة لي الترتيب المنطقي 3 1 2 3 1 2 تبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة B وصلت كده يا معلم ومن هنا حبيبي الطالب question 91 إجابته الصحيحة كانت B ونخش على question 92 The ova that almost the void of yolk تقريبا ما فيهاش صفار في البيضة بتاعتها يعني واضح ان انت بتسأل على المابلز عرفت منين والله هو قالها لي في الكتاب اصلا انا ما فكرتش اهو مش احنا قلنا الاوفا بتاعه المابلز تقريبا ما فيهاش شوك تقريبا ما فيهاش صفار البيض بس فانا بدور يبقى انا بدور بس مين من دول يعتبر مامل البينجوين لا ده طائر طائر بيبيض وكل حاجه الترتل بيبيض برضه ما تلزمنيش الفروج نفس الكلام بيبيض في الميه لكن الدولفين ده مامل ما تعرفش ان الدولفين والحوت زيهم زينا مامل بيتجوزوا انترنال وست بتحمل وبتخلف وبترضع فبالتالي هي المامل اللي موجودة فيهم
عشان كده هي الاوفا بتاعتها زينا اللي تقريبا ما فيهاش شك. وصلت؟ ومن هنا حبيبي الطالب تعال نخش على كويشن 93، بيقول لك the polar body is similar to somatic cells in E. ما وجه التشابه بين البولار بادي وما بين السوماتيك سيلز؟ هل عدد الكروموسومز؟ والله البولار بادي دي لما عملنا مايوزس صح كده، التو ان اتقسمت ان وان، يعني دي ان ودي خلايا جسديه يعني تو ان، اذا عدد الكروموسوم غير متساوي. الحجم البولار بادي صغيره، خلايا الجسم مختلفه، في الصغير وفي الكبير، عمر ما يكون نفس الحجم. الممبرين اللي حوالين كل واحدة فيهم، ايوه اي انيمال سيل حواليها حاجة اسمها سيل ممبرين تمشي. ستورد فود، معلش لا دي بتخزن اكل ولا دي بتخزن اكل، عشان اقول متشابهين في الاكل المتخزن. فبالتالي الحاجة الوحيدة اللي عندي هنا صحيحة هي الاجابة سي، ان الاتنين مشتركين عشان حواليهم سيل ممبرين. ومن هنا حبيبي الطالب سؤال 93 كانت الاجابة الصحيحة بتاعته ايه؟ الاجابة سي. علم يلا تعال نخش على question 94. 94 بيقول لك ايه؟ In the opposite graph, which of the following represent the correct choices that describe x and y respectively? هو سؤال سهل بس انا بعتبره فيه تركات غلسه شويه. عندك x دي اللي هو ايه؟ primary germ cell صغيره، اوجوني زيها، primary oocyte حاجه زادت، secondary oocyte زي ما هي، ovum زي ما هي. حلو، لما اسالك على اكس وواي ريسبكتيفلي معناه انك في الاختيارات، الاختيار الاول يمثل اكس والاختيار الثاني يمثل واي. انا عايز اشوف الاول وعايز اشوف الثاني، نبدا بالاكس اكان بص على الواي. هل ينفع اكس ده يكون عدد الكروموسومز؟ عدد الكروموسومز بتاع البرايمري جيرم سيلز نبص كده ان ولا تو ان، لو انت مش فاكر افكرك، دي كانت تو ان، بعد كده تو ان، بعد كده تو ان، ثلاث مراحل تو ان، بعد كده ان وان، تو ان تو ان تو ان ان ان، صح؟ حلو، طيب تعال نبص هنا، هنا تو ان وهنا تو ان وهنا تو ان، بعد كده ان وان. هل جراف اكس بيقول كده؟ هل جراف اكس بيقول تو ان تو ان تو ان ان ان؟ في ناس مخها سريع قال لي واي، عجبتني واحنا بنشرح الحصه ماشي، بس على الاقل ما ينفعش ايه وما ينفعش دي، عشان ما ينفعش يكون اكس، يبقى احنا استبعدناه ماشي. وفعلا واي في بي وسي هم عدد الكروموسوم، الواي هو اللي يمثل عدد الكروموسوم مظبوط. حلو، يعني لو بصينا على جراف واي هو فعلا تو ان تو ان تو ان ان ان، الجراف واي ظبط، يبقى انا ما بين بي وما بين ايه؟ سي. تعالى نرجع لاكس بقى، هل تنفع سايز اوف سيلز ولا نمبر اوف سيلز؟ حجم الخلايا برضه لو بصينا على الرسمه، بس انا لما اروح هيتمسح اللي مكتوب ماشي، هنا اهو هتلاقي ان انت عندك دي صغيرة ودي صغيرة، دي قد دي في الحجم او قد دول في الحجم، يبقى فعلا اول اتنين قد بعض في الحجم. دخلنا بقى للبرايمري اوسايت، ستور فود وكبرت، كملنا سكند اوسايت، بص معايا تحت كده كبيرة برضه، كملنا هنا الاوفر برضه كبيرة، يعني فعلا اول مرحلتين صغيرين وثلاث مراحل كبار، يبقى في السايز مظبوط. طب في العدد؟ لا، ده من برايمري للاوجونيا من اول واحدة للتاني واحدة كان المفروض العدد بيحصل له ملتبلاي، يعني لو انا جيت ابص على الاختيارات هنا، سايز اوف سيلز تمشي عشان دي صغيرة ودي صغيرة، بعد كده دي كبرت وفضلوا كبار زي ما هم تمشي، نمبر اوف سيلز ما تمشيش ليه؟ لان اصلا من برايمري جيرم سيل لاوجونيا دي عملية ميتوزس، كان المفروض العدد يزيد من اول خطوة، عشان كده استبعدنا سي كمان. فكده الاجابة الوحيدة اللي ظبطت معايا يا معلم هي بي، ان انا عندي اكس يمثل السايز، صغير صغير كبر كبر كبر، واي يمثل عدد الكروموسوم، تو ان تو ان تو ان نزلت ان. ومن هنا حبيبي الطالب كويشن 94 كانت الاجابه الصحيحه بتاعته هي الاجابه بي. هنا 95 بيقول لك وات از ذا لونجست ديوريشن، ما هي اطول فتره زمنيه ما بين تو سكسيسيف ديفيجنز، انقسامين ورا بعض في الانسان. تعال نبص سوا كده ونحاول نجيب الحكايه بتاعتها، يعني عندك هنا سكندري اوسايت وماتيور اوفم، من سكندري اوسايت لاوفم دي اخر خطوه خالص في الشرح، دي اللي كان اسمها مايوزيس 2، دي بتحصل امتى؟ لما يخش سبيرم، يعني وقتي بتحصل بسرعه
مش سريعة قوي. طيب من برايمري جيرم سيل لأوجونيا، دي أول واحدة خالص في الشرح، ودي كانت بتحصل خلال 9 شهور الحمل لما كانت البنت جنين في بطن أمها. نفس الكلام اللي تحتها من أوجونيا لبرايمري أوسايت برضه في نفس ال9 شهور بتوع الحمل، صح كده؟ لكن من برايمري لسكندري أوسايت، البرايمري أوسايت اتعملت إمتى؟ لما كانت البنت جنين في بطن أمها لسه مولودة. طب والسكند اوسايت امتى؟ لما وصلت لسن البلوغ. الخطوة دي اخذت من 12 الى 15 سنة. يبقى ايه اطول فترة زمنية ممكن اصلا تحصل في خطوات تصنيع الاوفم؟ هي الخطوة من ساعة ما البت ما اتولدت لغاية ما وصلت لسن البلوغ. واساسا انا كاتبها لك هنا لو انت نظرك كويس، يعني هتلاقيني كاتب لك هنا كلمة ايه؟ لونجست ديوريشن، لان كل الخطوات اللي قبل دي حصلت لما كان الجنين في بطن امها، كل اللي فوق ده لما كان الجنين في بطن امها، لكن من اول برايمري الى السكندري حصلت لما وصلت لسن الماتيوريشن البلوغ، يعني قعدت 12 او 15 سنه، فدي تبقى اطول فتره زمنيه اخذناها عشان نعمل اوفم. وعشان كده حبيبي الطالب تبقى الاجابه الصحيحه عندي هنا هي الاجابه سي. وصلت؟ حلو. وتعالى من هنا يا معلم نخش على كويشن 96، بيقول لك the largest ova in size، ما هي أكبر ova في اللي تحت دول؟ الكلب ولا سبارو يعني عصفورة؟ عشان تعلمكم لا مؤاخذة، كل ما أقول لواحد عصفورة يقول لي بيرد. حبيبي بيرد يعني طائر، مش وطيور في صقر وفي نسر وفي عصافير وفي غربان وفي بربغان، إنما كلمة سبارو يعني عصفورة أو نوع من العصافير كمان. إليفانت، الفيل، هيومن، مين من دول بيولد ومين من دول بيبيض؟ هتفاجأ ان العصفورة هي اللي بتبيض، انما الكلب بيولد، الالفنت بيولد، الانسان بيولد، فكل اللي بيولدوا الاوفن بتاعتها صغيرة، اما العصافير هي اللي عندها بيضة فالاوفن بتاعتها كبيرة. فبالتالي سؤال 96 هتبقى الاجابة الصحيحة بتاعته بي او اسبار. ونيجي من هنا يا حبيبي الطالب ونخش على كويشن 97، بيقول لك the embryo of crocodile، اللي انت عارف ان التمساح بيبيض، وطالما بيبيض يبقى التغذية بتاعته بتتم ازاي؟ من خلال الاكل اللي جوه البيضة، اللي هو من خلال اليوك، عشان هو بيبيض فبالتالي الغذاء موجود في البيضة بتاعته زي الكتكوت اللي هو صفار البيض، يقعد يكبر فيه لغاية ما يكبر وتفقس ويطلع لك تمساح صغير. فبالتالي جنين التمساح مش بيتغذى ببلاسنتا، هو مفيش حمل بيحصل طبعا، كوربس دهازي والرحم مفيش حمل اصلا عشان يحصل بيه، فبيتغذى من خلال اليوك اللي هو صفار البيض. ومن هنا حبيبي الطالب سؤال 97 كانت الاجابه الصحيحه بتاعته هي الاجابه سي. تعال ندخل هنا على كويستشن 98، the two opposite figures بيوريني two sections في اوفري بتاع واحده فيميل في مرحلتين مختلفتين من المنسترال سايكل. حلو. Which choice in the following table، ركز في اللي جاي، بيمثل الهرمونات اللي سيكريتد من كل ستيج؟ هو بيدور على الهرمون اللي بيعمله ولا الهرمون اللي بيطلعه؟ خلي بالك عشان ما تسرحش. هو بيدور على الهرمون السيكريتد اللي بيعمله، اللي بيفرزه، اللي بيطلعه. يعني لو جينا بصينا على الرسمة دي هتلاقي إن الأولانية دي اسمها كوربس ليوتيم، دي بتطلع هرمون اسمه إيه؟ بروجستيرون. طب والتحتانية دي تمثل رسمة جرافيا إيه؟ فوليكل، دي بتطلع هرمون اسمه إيه؟ استروجين. يبقى واحدة بتطلع بروجستيرون والتانية بتطلع استروجين هرمون. مين اللي عملهم؟ اللي كبر التحتانية هتعملها بلون تاني اف اس اتش، واللي تسبب في عملية اوفيوليشن فبقى اسمها كوربس ليوتيم ال اتش. ده اللي بيتسبب في كل واحد، يبقى اللي بيتسبب في رقم 2 اف اس اتش بيتسبب في رقم 1 ال اتش. هل هو سألني على اللي بيتسبب ولا اللي سيكريتد؟ السيكريتد. يبقى رقم 1 بتسكريت بروجسترون يعني هنا، رقم 2 بتسكريت استروجين يعني هنا، يعني الإجابة الصحيحة عند سعادتك هي الإجابة بي. وصلت؟ حلو. ومن هنا حبيبي الطالب كويشن 98 بقى اجابته بي، ونخش على كويشن 99. بيقول لك the stage in which meiosis ends، المرحلة التي ينتهي فيها الميوزيس ديفيجن في عملية الاوجينيسيس عند الست.
اوجينيسيس يعني بنصنع اوفن. تصنيع الاوفن بينتهي عند ايه؟ اولا مالتيبليكيشن، دي كانت اول خطوه خالص لما البرايمري جيرم سيل قعد يعمل مايتوزيس كتير وبقى اسمها اوجونيا. بعدين الجروث فيز مش كاتبها اساسا، تاني واحده دي اللي كانت بتخزن اكل وتكبر يبقى اسمها برايمري اوسايت. بعدين عندي هنا المينستريويشن اللي ملهاش لازمه، اللي بتنزل دم، حلو. بعد كده عندي ماتيوريشن فيز، عملنا اللي هم ايه اول مايوزيس، ده كان بيحصل امتى؟ كل شهر عند الست. طب مايوزيس 2 بقى اللي هي اخر خطوه خالص، ما كانتش بتحصل الا ساعه دخول مين؟ سبيرم. وساعات دخول سبيرم يعني مش اوفيوليشن برضو، يعني عمليه ايه؟ فيرتلايزيشن. يبقى اخر خطوه في المايوزيس تماما هتتم امتى؟ لما سبيرم يدخل جوه الاوفم اللي هو اثناء عمليه ايه؟ فيرتلايزيشن. وصلت؟ وعشان كده حبيبي الطالب كويشن 99 كانت الاجابه الصحيحه بتاعته الاجابه اي. طيب كويشن 100، the organs of female genital system in woman lies fin. فين مكان الفيميل جينيتال سيستم عند الست؟ هل ورا الريكتم ورا الجهاز الهضمي خالص، ولا امام اليورينري بلادر خالص، ولا ورا اليورينري بلادر، ولا تحت الريكتم؟ تحته ازاي؟ في الشارع؟ ماشي مشكله. طيب يبقى تعال نشوف الاختيارات، قدامك حل من الاثنين، يا بتحب الرسمه يا بتحب الكلام. لو بصينا سوا كده هنلاقي ان احنا عندنا في اول الحصه كنا محددين مكان الفيميل جينيتال سيستم. اللي بيذاكر الكلام مكتوب ان مكانه ورا اليورينري ايه؟ بلادر. اجابه مباشره. اللي بيحب الرسم اهو، ادي اليورينري بلادر وراها الفيميل جينيتال سيستم. كان ممكن اختار ورا اليورينري بلادر او قدام الريكتم، الاتنين ينفعوا لان هي في النص ما بينهم. طب انت شايف الصوره هتلاقي نفسك فاهمها، يبقى ورا اليورينري بلادر او امام مين؟ الريكتم. فبالتالي يبقى انا عندي هنا الفيميل جينيتال سيستم، هتلاقي الاجابه الصحيحه بتاعته سي، ان هو ورا اليورينري بلادر. وعشان كده حبيبي الطالب كويشن 100 اجابته الصحيحه كانت سي. وندخل هنا مع بعض يا اولاد على كويشن 101. during childhood بنت لسه صغيره ما وصلتش مرحله البلوغ، يا ترى عندها كام ماتيور اوفم؟ هي اساسا ما بلغتش، هل اي اوفا هتتحول لماتيور؟ هتنضج ازاي وهي لسه عيله صغيره؟ يبقى معنى الكلام ده ان عندها ايه؟ زيرو ماتيور اوفا. مشغل مخك شويه، يبقى كل الارقام دي ملهاش اي لازمه. عارف لو شلت كلمه ماتيور ساعتها اقول لك سيفرال ثاوزندز، دي كان هيبقى عليها كلام، بس دلوقتي عشان بيقول ماتيور ما اقدرش اختار دي خالص. ظن كده؟ حلو. وتعالى كده حبيبي الطالب ندخل على question 102. بيقول لك during childhood الاوفريز contain كام اوفا في مراحل مختلفة من النمو؟ لسه بنجهزها؟ كده هنقول several ايه؟ thousands. يبقى هي عندها الافات في مراحل نمو مختلفة، اللي بتوصل في الاخر وبيجهزوا عندنا 400. وال 400 دول ولا واحدة فيهم بتبقى اسمها ماتيور الا بعد الفيرتلايزيشن. ومن هنا حبيبي الطالب كان كويشن 102 الاجابه الصحيحه بتاعته كانت الاجابه A دي. كويشن 103 during reproductive life في اثناء الفتره اللي الست ممكن تخلف فيها تنتج فيها او اسمها fecundity years الاوفرز بتاعت الومن بتطلع كام اوفم؟ قلنا هي كل اللي حدتها 400، كل شهر تاخد في واحده وتحولها secondary وتحذفها في الفالوبيان عشان احتمال يحصل حمل. فكله كله اول عن اخر 400 واحده، على ما يخلص ال 400 واحده تعجز وتوصل لسن اسمه مونوبوز، وكده ما يبقاش فيه احتمال للخلف. ومن هنا حبيبي الطالب كويشن 103 كانت الاجابه الصحيحه بتاعته هي الاجابه سي. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا كويشن 104 بيقول لك which choice of the following expresses the changes that occur in oogonia cells during growth phase في الفيميل اوفري. growth phase، اوكي. growth phase يعني السيل بتكبر. يعني كان عندي حاجة اسمها اوجونيا كبرت بقى اسمها برايمري اوسايت. صح؟ طالما ما كبرت يبقى السايز انكريز، يبقى انا هستبعد دي. عدد الخلايا هو هو على فكرة، لأن هي كل واحدة كانت بتكبر زي ما هي. يبقى انا هستبعد انكريز دي، يبقى هستبعد دي. اوبس انا اسف، هستبعد دي. انا ما بين ايه وسي.
طيب amount of genetic material، كمية المادة الوراثية، والله هنا كانت 2n وهنا فضلت زي ما هي 2n. عدد الكروموسوم قل ولا زاد ولا ثابت؟ ثابت، يبقى انا استبعد قل، يبقى استبعد ايه كده يعني، واضح وضوح الشمس ان الحاجة الوحيدة اللي تنفع هي سي، وعشان كده هنا حبيبي الطالب question 104 اجابته الصحيحة كانت ايه؟ سي. طيب تعالى نخش على السؤال اللي بعده. Which of the following is not a function of female genital system؟ حاجة مالهاش علاقة بالفيميل سيستم. جاميت برودكشن، أعمل جاميت يعني أعمل أوفم تمشي. ماتيوريشن أوف أوفم، أنا ممكن أقول إن هي بتماتيور لما بيدخل سبيرم في الفالوبيان تيوب تمشي جزء منها، خليها على جنب بس هي شكلها سلك. إمبريو نورشمنت، إن إحنا نغذي الجنين، أه ما في رحم بيثبت في العيل عشان نوصل له غذاء، مفيهاش كلام. secretion of FSH و LH، آه دول كان بيطلعوا من الغدة تحت المخ اسمها ايه؟ pituitary gland، يبقى دولت مش تبع للفيميل جينيتال سيستم، دولت تبع الايه؟ pituitary gland. وصلت؟ حلو، وبالتالي هنا حبيبي الطالب question 105 الإجابة الصحيحة بتاعته هي الإجابة دي. طيب تعالى ندخل على question 106، بيقول لك ايه؟ in oogenesis الميتوزيس بتحصل فين؟ several times mitosis، في الاول خالص، اول خطوه خالص عندنا هي خطوه اسمها ايه؟ multiplication phase. فده اللي ما يعرفوش يبقى ما ذاكرش حاجه، يرجع لكتابه تاني، لان هو كل اللي عليه انه يفتح كده ويفتح كده ويشوف multiplication phase ويشوف كلمه mitosis ويختار ويروح، يبقى يبطل عك معانا ويركز شويه. ومن هنا تبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة C، وندخل من هنا على question 107. النورمال نون ماريد وومن، واحدة مش متجوزة، عدد البولار بادز في كل سايكل قد إيه؟ هو مش متجوزة دي فرقة في حاجة؟ آه فرقة في إيه؟ فرقة إن الخطوة الأخيرة دي اللي هي مايوزيس 2 دي ما كانتش بتحصل إلا لو دخل سبيرم، فأنا هشيل النص التحتاني، أنا هقف عند النص الفوقاني ده. النص الفوقاني ده يعني عملنا اوسايت وبولار ايه؟ بادي. يعني اللي مش متجوزه بتعمل كام بولار بادي؟ بولار بادي واحد، يبقى عدد البولار بادز الواحده اللي مش متجوزه واحد. طب لو كانت اتجوزت يبقى كنا هنكمل اخر خطوه، يبقى هننتهي بكام واحد؟ ثلاثة. يبقى اللي مش متجوزه واحد، والمتجوزه واللي بتخلف ثلاثة. حلو؟ ومن هنا حبيبي الطالب تعالى نخش على كويشن 108. اهو لو حصل فيرتلايزيشن، يعني كملنا مايوزيس 2، يعني كملنا اخر خطوه، عدد البولار بادز اللي هيتكون قد ايه؟ طالما ما كملت اخر خطوه يبقى في 3 بولار بادز عندي. عشان كده حبيبي الطالب الاجابه الصحيحه هنا هتبقى الاجابه سي. جميل، تعال نخش على كويشن 109. بيقول لك ايه؟ Which choice of the following expresses the changes اللي بيحصل في البرايمري جيرم سيلز في المالتيبليكيشن فيز؟ ده أول خطوة خالص، أول خطوة دي يعني البرايمري جيرم بيقعد يعمل مايتوزيس ثم مايتوزيس سيفرال إيه؟ طيب مرات كتيرة أوي. هل في المايتوزيس حجم الخلايا بيزيد؟ لا، بتتقسم الاتنين زي بعض بالظبط، فبالتالي أنا هطير الإجابة إيه؟ طيب عدد الخلايا بيزيد، أيوة كل مايتوزيس النمبر بيزيد، يبقى كلمة كونستانت دي مش عجباني، يبقى هطير برضو إيه؟ سي. طب المايتوزيس لو ديته إن؟ هيفضلوا ايه؟ كلهم 2N زي بعض، 2N 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 2N. هل هغير كمية الجينيتك ماتيريال؟ لا، هتفضل كونستنت، يبقى انكريز دي هشيلها. يبقى اذا وضح وضوح الشمس ان الاجابة الصحيحة هي الاجابة B. ومن هنا حبيبي الطالب question 109 اجابته كانت B، ونخش على question 110. بيقول لك from each ovary، من كل ovary واحدة بس، ولكن دي هتفرق معايا. وان ماتيور اوفن، بنحذف اوفن بالتبادل مع الاوفري الثانيه كل قد ايه؟ تقريبا كل شهر. حلو، لان دي بتحذف بعد كده هتستنى الثانيه، بعد كده تحذف تستنى الثانيه وهكذا. حلو، لا ثواني كده معلش. from each ovary one mature ovum is discharged alternatively مع الاذر اوفري، لا كل شهرين. صلحها عندك دي في الجايد انسر، دي الإجابة هتبقى سي نوت بي، ده كده غلطة في الإيه؟ في الجايد اللي هنا. حلو، يبقى هي سي نوت بي. ليه الإجابة هتبقى خطأ؟ معلش هو قال لك فروم ايتش اوفري، ما
دي هتحذف شهر، بعد كده تستنى التانية، بعد كده دي هتحذف شهر تاني، صح كده؟ When mature ovum is discharged alternatively مع التانية كل قد إيه؟ يبقى هي بتشتغل كل شهرين مش كل شهر. طب لو قال لي from both ovaries اه ساعتها يبقى كل شهر، يبقى احنا هنصلح دي في الجاد انسر، وهتقولها للاسيستنت وانت داخل الحصه، قول له معلش صلح دي عندك عشان ما تحسبها لكش غلط وما ينقصكش عليها على الفاضي. وصلت؟ حلو. وتعالى هنا حبيبي الطالب، يبقى 110 اجابته سي، ونخش على السؤال اللي بعده. هنا السؤال ده كنا قلناه اثناء الحصه برضه، ونعيده تاني. انا عايز اعرف انهي رقم من دول يمثل الحته اللي فيها هيالو يورونيك اسيد، اللي هي معلم الحته ده ايه اللي هي ما بين الاصفر وما بين الكور والشراشير اللي بره الكتير، اللي هي اخر طبقه جوانيه هنا، ما هيش نمبر 2، ما هيش اللي داخله جوه قوي دي، لا ما هيش 1 اللي بره، لا النيوكليس دي هذه هي رقم 3، فانا بجيبه عشان اوريك فين مكان الهيالورونيك اسيد، فبالتالي هتبقى الاجابه الصحيحه هنا هي الاجابه سي. ومن هنا حبيبي الطالب تعالى نخش على كويشن 112. مايوزيس ديفيجن دي تعتبر مراجعه شويه على الحصص اللي فاتت، بيطلع ايه؟ هل بيطلع سيلز فيها ديبلويد نمبر اوف كروموسومز؟ والله احنا اتفقنا ان المايوزيس بيتقسم ان وان، بعد كده يدي 4 ان 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 ان، وكلهم مختلفين في الصفات بتاعتهم، فما اقدرش اقول انه بيطلع ديبلويد، لا او بيطلع 4 بيبقوا هابلويد. ماشي. سيلز فيها ايدنتيكال كروموسوم، هل هما جينيتيكالي ايدنتيكال ولا ديفرنت؟ ديفرنت، يبقى ما ينفعش اختار كلمه ايدنتيكال. بيطلع جميت؟ اه ممكن، لان احنا عملنا بيها الاوفا دلوقتي اظن شفناه. بيطلع زيجوت؟ ده هبل، لان الزيجوت ده معناه ان سبيرم واوفم دخلوا في بعض. ومن هنا حبيبي الطالب كويشن 112 الاجابه الصحيحه بتاعته هتبقى الاجابه سي. وتعالوا نخش على كويشن 113. The ova that's released from ovary is known as، اللي بتتحدف بقى، اللي بتتحدف فعلا، هل بنسميها first oocyte؟ لا، ده احنا حولناها second قبل ما نحدف. زايجوت هبل، ده بعد الفرتلايزيشن. اوجونيا ده بعيد خالص في التصنيع. اللي بنحدفها كل شهر بنسميها كلمة ايه؟ secondary oocyte. وعشان كده حبيبي الطالب question 113 113 اجابته الصحيحة كانت سي. تعالى ندخل هنا مع بعض ونشوف question 114. الاوفا اللي released from the ovary، الاوفا اللي بتطلع من الاوفري وبتكمل الديفيجن بتاعها، حلو، is known as a. انت طلعتها وكملت الديفيجن، معنى ان انا كملت الديفيجن يعني هو يقصد ان عملت فرتلايزيشن، يعني انت عايز خلصت الفرتلايزيشن كمان، يبقى اخر حاجه خالص خالص هتبقى اسمها اوفم، وطبعا بعد ما تدخل في السبرم هنسميها زيجوت، يبقى اذا هو عايز يقول اللي خلصت كل حاجه تماما هنسميها كلمات ايه؟ زيجوت. وبالتالي يبقى الزيجوت هي اللي حصل بعد الفرتلايزيشن، بعد انتهى الديفيجن كله، وبعد ما حصل فيوجن مع السبرم كمان، ده الاسم النهائي، الشكل النهائي خالص. ومن هنا حبيبي الطالب كويشن 114 اجابته الصحيحه هتبقى بي. روق بقى عشان السؤال الجاي شديد شويه. ده من اعلى الاسئله اللي انا جبتها الهوم ورك ده، محتاجه مراجعه على الحصه اللي فاتت مع حصه النهارده للناس اللي فهمت كويس يعني ايه مايوزس بتاع الحصه اللي فاتت. في حته هنا ممكن نكتب فيها، تعالوا نراجع مع بعض سريعا يعني ايه مايوزس عشان نعرف نجاوب سؤال زي ده. يعني انا دلوقتي هرسم لك سيلز، دي الاساسيه خالص زي بتاعت جسمنا. احنا كان عندنا كام كروموسوم؟ 46، قلنا 23 بتوع بابا و23 بتوع ماما، حلو، فكده عدد الكروموسوم 46. قبل الديفيجن كنا بنيجي نعمل دوبليكيشن للدي ان ايه، يعني ايه؟ يعني كنا بنيجي هنا ونصنع مجموعه ثانيه، والاحمر هنا اعمل دي ان ايه تاني، فكان الدي ان ايه بيبقى دبل، ده قبل السيل ديفيجن. بعدين ابدا مايوزيس 1، ابدا اول خطوه ديفيجن، طبعا كان في حاجه اسمها كروسنج اوفر، اخد حته من الاحمر فازرق وحته من الازرق فاحمر، فيقوم يطلع لي ايه يا معلم؟ يطلع لي هنا ادي مجموعه اهي وعندها حته من الاحمر، وادي الاحمر اهو
وعندها حتة من الأزرق. اللي عملناه ده سميناه مايوزيس ايه؟ 1. بعدين بنعمل مايوزيس 2، كنا بنفك كل واحدة لوحديها، يعني يطلع عندي أزرق تماما، أزرق بس بحتة أحمر، أحمر تماما، أحمر بس بحتة إيه؟ أزرق. كده طلع لي 4 سيلز ديفرنت. الأخير ده سميناه مايوزيس 2. عايزين نعد مع بعض عدد الكروموسومات، كمية الـ DNA. حلو، هنكتب نمبر اوف كروموسومز. بنعدهم ازاي؟ عشان سألت السؤال ده بدل المرة 100، من النقطة اللي في النص اللي اسمها سنترومير. 23 نقطة أزرق، 23 نقطة أحمر، يعني 46 كروموسوم. قبل السيل ديفيجن احنا فضل عدد الكروموسومات زي ما هي 46. ليه يا مستر؟ عشان خاطر ان في 23 نقطة أزرق، 23 نقطة أحمر. بس بعد مايوزيس 1 بقى 23 نقطة أزرق بس، وال 23 نقطة أحمر في سيل تاني. بعد مايوزيس 2 23 نقطة أزرق بس، وهنا 23 نقطة أزرق بس، و23 بس، و23 بس. يبقى اللي أنا كتبتهولك بالأسود ده عدد الكروموسومات. طب كمية الـ DNA نجيب لونه جديد بقى، لون الموف. يبقى الموف هو اللي بيقول كمية الـ DNA. كمية الـ DNA نعد الشروط. 23 شرطة أزرق، 23 شرطة أحمر، يعني هنا 46 DNA. طيب قبل السيل ديفيجن الخطوة التي تليها 23 و23 وجنبها 23 و23، مش هما اكس تيل، كل واحدة ب 23، يطلعوا في الآخر 92. نصهم هنا ونصهم هنا، يعني 23 و23 يبقى 46 دي ان ايه، 23 و23 يبقى 46 دي ان ايه. كمل هنا 23 بس دي ان ايه، 23 بس دي ان ايه، 23 بس دي ان ايه، 23 بس دي ان ايه. حاولت على قد ما اقدر اراجع لك على عملية المايوزيس. في حالة إن أنت حاسس إنك تايه، هتضطر ترجع للفيديو بتاع الحصة الأولى وترجع تتفرج تاني على المايوزيس ده بتفصيل أكتر من كده، مش هينفع دلوقتي أفسر أكتر. فين سؤال؟ تعال نبص. Which of the following بيقول لي similarity ما بين سيل إكس at the beginning of division وسيل واي؟ يعني مش إكس لسه هتعمل مايوزيس، إكس هتبدأ ديفيجن. طيب معنى الكلام ده ان اكس دي حلو اللي فيها 23 ازرق، اكس دي فيها 23 ازرق و23 احمر، يبقى اكس دي اللي هي تمثل عندي السيل الفوقانيه خالص. شايف اللي انا كاتب عليها اكس دي؟ اول خطوه فوق هي اكس، بس هو مش عايز اكس، عايز اكس at the beginning of division، يعني عايز اللي تحتها ده. المرحله اللي اكس فيها عملت دبلز، السيل ده اللي بدأت تعمل دبل عشان لسه هنعمل مايوزيس 1، وواي يعني بعد مايوزيس 1. يبقى هو بيقارن ما بين اكس لما خلت عدد الكروموسومز ضعف، اسف، اكس لما خلت كميه الدي ان ايه ضعف، حلو الكلام، وما بين واي اللي هو بعد ما قسمنا اول قسمه. طب ايه الفكره من كده؟ ان انا عايزك تركز ما بين المربعين اللي انا عملتها، اكس at the beginning of division وواي. هل عدد الكروموسوم او كميه الـ DNA متساويه؟ لا. يبقى عدد الكروموسوم اكس at beginning of division 46 و واي 23، ما تجيش. كميه الـ DNA اكس at beginning of division 92 واي 46، ما تجيش. يبقى احنا كده الاثنين دول مش تبعنا اصلا. سايت اوف فورميشن، مكان تكوينهم، مكان تكوينهم، والله اكس دي اللي كان اسمها برايمري او او سايت. عرفت منين؟ سهله، يا هتجيبها من الاول يا هتجيبها من الاخر. هنجيبها من الاول، هنلاقي مكتوب ايه؟ هنلاقي ان البرايمري جيرم سيل قعدت تعمل مايتوزيس كتير لغايه ما بقى اسمها او او جونيا. بعدين او او جونيا كبرت في الحجم بقى اسمها برايمري او او سايت. دي اتعملت فين؟ جوه الاوفري. بعدين كل شهر خدنا واحده دي حولناها لسكندري، يبقى دي حصلت فين؟ جوه الاوفري. بعدين طلعناها الفالوبيان تيوب لما جه السبرم بقى، يبقى السبرم بتاع زد ده ماليش دعوه، كل ما قبله كان جوه الاوفري، فمنطقي ان الاتنين اتعملوا فين؟ بداخل الاوفري. طيب تايم اوف فورميشن، وقت التكوين؟ لا، اكس اللي اسمها برايمري اوسايت دي اتعملت لما كانت البت جنين في بطن امها، واي اتعملت لما البنت وصلت لسن البلوغ،
يعني وقت تكوينهم كان غير بعض. إذن الحاجة الوحيدة المشتركة ما بينهم هو مكان التكوين، site of formation. وعشان كده هنا حبيبي الطالب question 115 إجابته الصحيحة كانت C. أتمنى أن أكون قدرت أوصل لك المعنى مع أن شرحتها بتفصيل أكتر من اللازم. لو في أي مشكلة ابعت على جروب الواتساب أو جروب الفيسبوك أو أن تسأل الأسيستنت في الحصة، ولو غلبت من التلاتة وما فهمتش ابقى تعالى لي قبل أو بعد الحصة. طيب تعالى نخش هنا على question 116، بس احنا ما كملناش ده. 116 بيقول لي which of the following represents similarity between y and z. هنا اسهل شوية. ليه بقى؟ اصل كده كده عدد الكروموسومز هنا n، وكانت بتتقسم n وn، فهو عدد الكروموسوم ده n وعدد الكروموسوم ده n، فهم مشتركين في الكروموسوم. هل مشتركين في مكان تكوينهم؟ لا. y دي اتعملت لما كانت في الاوفري قبل ما تتحذف، زد جوه الفالوبيان تيوب على الناصية على اليوتر لما وصلها سبيرم، المكان مختلف. وقت التكوين طبعا لا، واي بتتعمل امتى؟ دي في كل شهر في كل بيريود مع البلوغ. زد بتتعمل امتى؟ لما يوصل سبيرم، يعني مع الفيرتلايزيشن. طب كمية الدي ان ايه؟ هقول لك برضو نفس الرسمة بتاعت اللي فات، دي كان عندها الكروموسوم دبل كده، لكن دي عندها كروموسوم سنجل هنا وكروموسوم سنجل هنا. فالدي ان ايه بنعد الشرط، فانت عندك هنا شرطتين يعني 23 23 يعني 46 دي ان ايه، هنا عندك شرطه واحده يعني 23 دي ان ايه، يعني الدي ان ايه مش متماثل هنا مش زي بعض. يبقى الحاجه الوحيده المشتركه عندي هي الاجابه ايه، ان كميه عدد الكروموسومز هو المشترك ما بين واي اللي اسمها سكندري هو اوسايت، وزد اللي هي الاوفم اللي بعد كده هتبدا تتحول الى زايت. ومن هنا حبيبي الطالب question 116 إجابته الصحيحة كانت إيه. برضو أرجع أقول لك يا رب تكون وصلت المعلومة، ابعت على جروب فيسبوك أو واتساب، أو ممكن تسأل الأسيستنت وما كانش ابقى تعال لي. طيب تعالى مع بعض هنا question 117. Which of the following similarity between division of primary oocyte، تشابه ما بين البرايمري أوسايت وتشابه ما بين السكندري أوسايت في عملية الأوجينيس. البرايمري اوسايت بتحصل لما بنكون داخل الاوفن، داخل الاوفري صح، عشان نعمل سكندري اوسايت يبقى البرايمري بتحول لسكندري جوه الاوفري. بس السكندري لما تيجي تعمل ديفيجن، لا ده دي كده هتتحول للاوفن، دي لما يجي لها سبيرم يعني في الفالوبيان تيوب، يعني دي بتحصل الديفيجن بتاعها في الفالوبيان ودي بيحصل الديفيجن بتاعها في الاوفري. واضح ان ده مش مكان مشترك. طيب السايز بتاع البروديوسد سيلز من كل واحده فيهم ايكوال؟ لا، ده البرايمري كانت بتعمل بولار بادي وسكندري، والسكندري كانت بتعمل بولار بادي واوفم، محدش بيطلع تو سيلز ايكوال خالص، ايكوال مشكله. تعالى في سي، عدد السيلز البرايمري بتعمل اتنين سكندري اوسايت وبولر، والسكندري بتعمل اتنين اوفم وبولر، كل واحده بتطلع اتنين تمشي. دي their occurrence في ال unmarried female؟ لا، اللي بتنفع في أي واحدة مش متجوزة إن البرايمري تبقى secondary، بس السكندري عشان تبقى ovum لازم sperm، يبقى ما يصحش نقول إنها مش متجوزة. وعشان كده حبيبي الطالب هتبقى الإجابة الصحيحة عندي هنا هي الإجابة إيه؟ C. وصلت؟ حلو. و تعال نخش على question 118. بيقول لك starting with 4 oogonia cells فكات بتاع الاوفري، ايه اقصر عدد من الخلايا المنتجه بعد نهايه الديفيجن؟ واضح ان احنا حلينا السؤال ده، عاده بنجيبه من اكتر من كتب، فممكن يكون صدف ان جه من كتابين في نفس الوقت. يعني نفس الكلام، انا لو كان عندي 4 oogonia، ده حتى ارقام مش شلناهاش، بيديني 4 برايمري اوسايت بيتقسم ل 4 سكندري و 4 بولر، وبيدوني 4 4 4 4، جمعنا البولر بادز طلعت 12، فيبقى عندك 4 اوفم و12 بولر بادي. وعشان كده هنا حبيبي الطالب كانت الاجابه الصحيحه هي الاجابه بي. تمام. وتعالوا نخش مع بعض على question 190. If you know that the number of chromosomes في السوماتيك سيل لواحده في ميل 28، ال2n هو مش السوماتيك دي يعني 2n صح، خلايا جسديه ماشي، يعني 2n تساوي 28.
لنفسي ترجمة عشان ما توهش بس. يا ترى ايه هو عدد الكروموسومز بتاع البرايمري والسكندري اوسايتس ريسبكتيف؟ هنا ايه اللي هحتاجه في المذاكرة؟ ان برايمري اوسايت 2 ان، وبعدين عملنا مايوزيس 1 فالسكندري اوسايت ان، بعدين هتلاقي الاجابة خلصت، لان البرايمري اوسايت 2 ان يعني طالعة كام واحدة؟ 28 زي الخلايا الجسدية. سكندري اوسايت ان يعني نصف العدد اللي هو هيبقى 14. يعني انا عايز اجابة برايمري then سكندري يعني 2 ان then ان يعني 28 then 14. فين بقى اللي بتقول 28 قبل ال 14؟ هتبقى بي. ومن هنا حبيبي الطالب هتبقى الاجابة الصحيحة عندك هي الاجابة بي. حلو، وتعالوا نخش على question 120. What is the stage in which meiosis ends؟ امتى ينتهي الميوزيس عند واحدة ست؟ بينتهي اخر خطوة اسمها ميوزيس 2، دي قلنا لما يدخل ايه؟ سبيرم. ولما يدخل سبيرم بالعملية دي هنسميها عملية ايه؟ فيرتلايزيشن. يبقى امتى نقول ان انتهى الميوزيس؟ ده بعد دخول السبيرم في وقت الفيرتلايزيشن. وعشان كده حبيبي الطالب question 120 اجابته الصحيحة كانت بي. طيب 121 21. Where فين ميوزيس 1 بيحصل في عملية الأوجينيسيس؟ ميوزيس 1 دي يعني لسه جوه الأوفري، لسه ما خرجتش، لأن إحنا اتفقنا إن من برايمري لأوجوني ومن أوجوني لبرايمري أوسايت. حلو، ده حصله لما كان جنين في بطن أمها جوه الأوفري. من برايمري أوسايت لسكندري أوسايت جوه الأوفري بس كل شهر لما وصلت لسن البلوغ. اللي حذفناها بره الاوفري هي السكندري اوسايت عشان تبدا تعمل ايه؟ اوفم. حلو كده، يبقى لغايه السكندري كل ده كان فين؟ جوه الاوفري. يبقى احنا اتفقنا ان كل ده بيحصل بداخل الاوفري. طب فين في الاوفري؟ جوه الجرافين فوليكل. تمشي واوريك الرسمه التانية بالمره، معلش عشان ايه نبقى خلصناها. هو احنا اتفقنا مش برايمري بيتحول لسكندري كده، من برايمري لسكندري جواها بيحصل عمليه ميوزيس ايه؟ 1 صح؟ يبقى بتحصل جوه الجرافيان فوليكل. اه ده في الشرح الاساسي مفيهاش كلام. في الاندوميتريوم لا، في الفالوبيان تيوب لا، اليوترس لا، يبقى اذا جوه الجرافيان فوليكل. وعشان كده حبيبي الطالب الاجابه الصحيحه عندك هتبقى الاجابه A. ونخش على السؤال اللي بعده. In the opposite figure, how is the structure X is produced؟ انت شايف ان X دي اللي حذفته الاوفري اللي مستني سبيرم اللي اسمه برايمري ولا سكندري؟ ايوه سكندري اوسايت صح، يبقى اكيد جه من البرايمري اوسايت، يبقى انا الاجابات سي ودي هستبعدهم تماما. طب جه بقى بميوزيس 1 ولا 2؟ لا هو اتعمل بميوزيس 1، هيعمل ميوزيس 2 لما يبقى يجي له سبيرم جوه الفالوبيان تيوب. يبقى اذا الاجابه الصحيحه عندي هتبقى الاجابه ايه؟ وصلت؟ ومن هنا حبيبي الطالب تعالى نخش على question 123. بيقول لك هنا ايه؟ In oogenesis, in which stage do the cells increase in number، بتزيد في العدد، and keep stable chromosomal number؟ عايز العدد يزيد بس عدد الكروموسومات يظل ثابت. Multiplication by mitosis يعني لو 2n هيفضلوا يزيدوا في العدد بس يفضلوا 2n زي ما هم، كلهم بقى 2n 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 بالمنظر ده. طب ما دي مش مالتيبليكيشن، عدد الخلايا زاد والكروموسوم ثابت صح. جروث فيز لا، هي كل واحده بتكبر بس عدد الخلايا ما بيزيدش. ماتيوريشن هو عدد الخلايا بيزيد بس الكروموسوم بيحصل له ايه؟ بيقل. بيقل ليه يا دوك؟ يا ابني الماتيوريشن دي اللي هي مايوزيس 1 مايوزيس 2. ما هو مايوزيس 1 اللي هو كانت 2 ان. انا لسه ده الشخبطه، مفيش كلير اول هنا. مفيش كلير اول. طيب يعني هنحاول بقى ايه نمسح شويه في الكلام ده كده عشان نروق الدنيا حبه. يعني انا لو جيت هنا وبصيت على مايوزيس 1 ومايوزيس 2 هتلاقي عندك يا معلم ان مايوزيس 1 دي حلت ال 2 ان يبقى انه ان،
وبعدين ال ان و ان دي هتفضل تتقسم عندك بعد كده لاربعه، ان، يعني عدد الكروموسوم اللي هو عندك هنا، اما انا عامله عشان شخبط تاني، يبقى عدد الكروموسوم اللي هو عندك هنا قال في الاخر ل ان و ان و ان و ان، حلو. وحتى كاتب لك فيها النمبر اوف كروموسوم ريديوس تو هاف، يعني ما اقدرش اقول ان في ثبات في عدد مين الكروموسومز، يبقى دي ما تنفعش عشان الكروموسوم مش ثابت، دي ما تنفعش عشان العدد ما بيزيدش، دي انت اصلا لسه ما اخدتهاش عند الراجل عند الميل، يبقى الحاجه الوحيده اللي موجوده عندي مالتيبليكيشن فيز ان هي ايه، عدد الخلايا بيزيد مع الحفاظ مع عدد الكروموسومز. وعشان كده حبيبي الطالب الاجابه الصحيحه كانت الاجابه ايه. طيب تعالى نخش على كويشن 124، بيقول لك ايه بقى يا معلم. The following two stages of oogenesis بيحصل في الامبريونيك لايف، ما هما اول خطوتين في عمليه تصنيع الاوفا اللي حصلوا لما كانت البنت جنين في بطن امها؟ اول حاجه كان اسمها multiplication phase، تاني حاجه اسمها growth phase. يبقى اول خطوتين حصلوا اثناء الامبريونيك لايف اللي هما كانت multiplication and growth، اللي هما كانت الاجابه ايه، سي. حلو، وتعالى نخش مع بعض هنا على question 125. When does the secondary oocyte divide the second meiotic division؟ أعتقد دي خطأ كتابي، هي المفروض إيه، meiotic division، ده غلطة دي. حلو، إمتى يحصل meiosis 2؟ meiosis 2 بيحصل بعد دخول السبرم، ماشي. قبل دخول السبرم؟ لأ. لحظة دخول السبرم؟ لأ. افتر انتري اوف سبرم؟ اثناء تطور الجنين؟ لأ، لان كتاب المدرسة قال لك ايه، افتر انتري اوف ذا سبرم فور فيرتلايزيشن. الكلام بالنسبة لنا واضح، يبقى هنختار امتى؟ بعد دخول السبرم، تمام. عشان كده الاجابة الصحيحة هتبقى الاجابة سي. طيب تعالى هنا حبيبي الطالب ندخل على 126. Which of the following living organisms الإكس بتاعته أكبر؟ مين من دول عنده بيضة أكبر؟ الطيور أكيد، البني آدمين مامل؟ لأ. المونكي مامل؟ لأ. الفيل مامل؟ لأ. طب خلاص يبقى الطيور طبعا، أكبر بيض بتاع الطير يعني. حلو، فبالتالي الإجابة الصحيحة عندي هتبقى الإجابة إيه. حلو، ونخش على question 127. Which of the following parts does form under effect of FSH؟ طبعا FSH اسمه follicle stimulating hormone، يعني بيكبر جرافيان ايه، فوليكل. يبقى انت بتدور في الصورة دي على جرافيان فوليكل، هل هي رقم 4 ولا 3 ولا 2 ولا 1؟ هنا التركة كلها للناس المساطيل اللي ما بتركزش، الرسمة ماشية بالشباب. يعني الام ماتيور جرافيان فوليكل الصغيرة اهي، كبرت جرافيان فوليكل اهي، جي ال اتش خلاها تعمل اوفيوليشن اهي، بقت كوربس ليوتيام ايه، قعدت تصغر لغايه الاخر ايه. يبقى انا عندي هنا الجرافيان فوليكل هي رقم كام؟ 1 مثلا، ادي كل الفكره. ومن هنا حبيبي الطالب كويشن 127 اجابته الصحيحه كانت ايه. وتعالى نخش على 128، بيقول لك from the opposite figure this process occurs اثناء ايه، primary germ cells ده في الاول خالص خالص يا اخويا، وصل لسكندري اوسايت ده جه في الاخر خالص خالص. بص، هو كده كده هنشيل سي ودي. ليه؟ اصل سي مينوبوز، يعني ست ما عندهاش اوفم اساسا، دي فيرتلايزيشن السكندري بقى اوفم. انا ما بين ايه وبي، هي بدات ببرايمري جيرم سيلز، المفروض ايه وبي توجذر بصراحه، بس هو زنقني. ده كتاب المؤسس ده انا عارفه، مستفز. طيب بص هقول لك حاجه، انا لو مكانك حلو، وهو عاملها كده غالبا، هو ماشيها ازاي؟ مش هي بدات سيل ديفيجن بس خلصت خالص فين؟ يعني هو بيبص على النهايه اللي هو اخر حاجه، عشان الاقي بولر بادي وسكندري عند الست لازم تكون وصلت للبلوغ. فانا يا اما اقول فروم امبريونيك لغايه البلوغ، ما لقيتش الاجابه المحترمه يبقى اقول لغايه البلوغ، حلو، عشان هي دي الادق والاحسن. فبالتالي في سؤال زي ده مع كتاب مش لطيف، فهنضطر نتعامل فعلا هو مجاوبها كده زي ما انا فكرت، هو خدها بالنهايه مش بالبدايه، فبالتالي هياخدها بعمليه ايه، البيبرتي. وصلت؟ تعالى خش على كويشن 129.
The ova is released from the ovary during a phase. امتى بنحذف الاوفم؟ ما في المرحلة الثالثة، أكيد مش multiplication ولا growth، هي بعد meiosis 1 اللي جوه حاجة اسمها إيه؟ maturation، عشان آسف maturation phase. يبقى إذن الخطوة اللي بنعمل فيها السكندري أوسايت اللي هنحذفها اسمها إيه؟ maturation phase. ضمن كده؟ جميل. وتعالى هنا حبيبي الطالب نبص على question 130. offspring اللي جاية من السكشوال reproduction فيها تغير في الصفات ليه؟ ليه العيال بتوع السكشوال متغيرين في الصفات؟ هل عشان السكشوال عملية كبيرة ومعقدة؟ مش شرط. هل عشان السكشوال بياخد معلوماته من بيرنتس أبين من نفس السبيشيز؟ ماشي. هل إنه بياخد معلوماته من بيرنتس من ديفرنت سبيشيز؟ يعني مثلا طبيعي إن لما نجيب عيل بيبقى جاي من تو سبيشيز غير بعض؟ يعني هل طبيعي لما نجيب عيل مثلا بيبقى إنسان وقرد إنسان وحصان؟ هل ده عادي يعني؟ لا. different دي مبوظة المعنى. هل بناخد اوف سبرينج من one parent بس؟ لا طبعا، مفيش حد بيحمل لوحده. يبقى الإجابة الصحيحة إن أنا باخدها من two parents وجايين من نفس السبيشيز. عشان كده الإجابة الصحيحة عندي هنا هتبقى الإجابة B. تمام؟ طيب تعالى نخش أنا حبيبي الطالب على question 131. How is the zygote is formed؟ إزاي نعمل زيجوت في عملية السيكشوال ريبرودكشن؟ والله الزيجوت جاي من سبرم وأوفم. ماشي. formation of both male and female gametes. لا، هو ان احنا صنعنا سبرم وعملنا formation of ovum ده مش معناه زيجوت. لازم الراجل والست يتجوزوا عشان يحصل زيجوت. يبقى الاجابه ايه؟ مش نافعه. activation of female gamete by male gamete، ان الراجل بينشط الست بس وده كله دوره في الحياه. لا. fusion ما بين النيوكليس بتاعت الميل والنيوكليس بتاعت الفيميل، تمشي ان النيوكليس دي والنيوكليس دي حصل لهم فيوز توجذر. اقول فيرتلايزيشن صح، وعملنا زيجوت. تمام. فيوجن ما بين ميل وفيميل ريبرودكتيف سيلز. لا، اصل ريبرودكتيف سيل يعني خلايا ريبرودكشن، يعني سيلز بتاعت ايه؟ الجينيتال سيستم. اي حاجه في جسم الجينيتال سيستم ده، يعني الجدار بتاع الاوفري مثلا اسمه ريبرودكتيف سيل، الفالوبيان تيوب جزء من ريبرودكتيف سيلز، عندك الرحم ريبرودكتيف، الفاجينا ريبرودكتيف سيلز. هل ده معناه ان هم هيلتحم الرحم مثلا في البني ادم؟ لا. يبقى اذا مش هينفع اقول ان فيوجن اوف ريبرودكتيف سيلز، انما ينفع اقول فيوجن اوف جاميت سبرم اوفم حلو، الجيرم سيلز سكس سيلز. ماشي. يبقى عشان كده الاجابه الصحيحه عندي كانت الاجابه سي. تعالى ناخد سؤال كمان نراجع بيه كده على الحصة اللي فاتت. بيقول لك الدياجرام ده بيوريني شكل الكروموسوم. احنا عايزين نجاوب عليه سؤالين. واحد، ده بيشاور على واحدة فردة واحدة من الاكس، فالفردة واحدة دي بنسميها كلمة كروماتيد. واتنين، بيشاور على النقطة اللي في النص، ودي طبعا بنسميه ايه؟ سندرومير. متهيألي يعني مش محتاجة اي حاجة. وتعالى نخش مع بعض على question 34. بيقول لك هنا ايه؟ Which of the following is always a part of normal sexual reproduction؟ ماشي، عايزين sexual عادي. إن الميل بيعمل الجنيت by mitosis only؟ لا، الراجل لما يجي يعمل sperm زي الست برضو هيبقى في mitosis و meiosis، بس only دي لا. ال offspring هيطلع identical للparents؟ لا، لأن العيال واخدة mix من التو characters، الراجل والست. الفيميل بتش كاري اونلي وان فيرتلايزد ايج ات تايم؟ كاريز اونلي، لا كاري يعني عندها عندها وان فيرتلايزد ايج، يعني واحده اوفم بس، واحده سبيرم بس. السؤال ده ممكن يكون بدري شويه عن ميعاده. ليه؟ عشان احنا لسه ما اخدناش التوائم. هو احنا ممكن نديها 2 اوفم مع 2 سبيرم فيطلع عيل توأم على فكره، فده لسه بدري عليك شويه، بس انت يعني مبدئيا اسمعها مني. هو استحاله اقول ان دايما عندها اوفم واحده، والا يبقى احتمال توأم ده مش موجود في الوجود. هي ممكن يكون عندها اثنين على فكره، فدي ما تنفعش. اوف سبرينج ريسيف هاف كروموسوم فروم ايتش بيرنت؟ طبعا، واخد نص الكروموسومات من بابا نص الكروموسومات من ماما. عشان كده 34 اجابته الصحيحه كانت دي. تمام. طيب تعالى هنا حبيبي الطالب نخش على question 35.
when comparing between sperm and ovum in human. هنقارن ما بين السبرم والاوفم. ايه اللي يميز السبرم عن الاوفم؟ عدد الكروموسوم ده 23 ده 23 قد بعض. ان وان عشان يجيبوا عيل تو ان. وجود ميتوكوندريا، على فكره الاثنين كائنات حيه بيحرقوا يحتاجوا يحرقوا سكر وياخدوا طاقه. فما اقدرش اقول ان في ميتوكوندريا في واحد او التاني، لا الاثنين عندهم. انا عايز ايه؟ حاجه مختلفه تميز السبرم عن الاوفم. وعلى فكره لما اقول لك تميز الاول عن التاني، يعني حاجه في الاول مش في التاني. ماشي. كميه السيتوبلازم اتفقنا، السبرم بيلوز موست اوف اتس سيتوبلازم، لكن الاوفر كبيره ومدوره، ده فرق. عدد النيوكلياي، هي نيوكلياس واحده هنا وواحده هنا، ما فيهاش عدد. يبقى الإجابة الصحيحة عندي إن السبيرم مختلف عن الأوفم. حلو. أو الذي يميز السبيرم عن الأوفم هو كمية السيتوبلازم أو حجم السيتوبلازم الموجودة بداخله. وبالتالي هنا حبيبي الطالب هتلاقي إن الإجابة الصحيحة عندي هي الإجابة سي. تعال نخش على سؤال سريع كده، المفروض ده برضه ريفيجن على الحصة اللي فاتت، واللي ما يعرفوش هنطخه بالنار. نمبر 1، الأنبوبة اللي بتبقى في الآخر اللي طولها 7 سنتي بيبقى اسمها إيه؟ فاجينا. حلو. بعد كده عندنا 37 بيقول لك نمبر 2 اللي هو عنق الرحم، عنق الرحم ده بنسميه ايه؟ سيرفكس. هنا نخش على نمبر 3، نمبر 3 ده اللي هو فين؟ بطانة الرحم، دي بنسميها كلمة اندوميتريوم. حلو الكلام. عندك بعد كده نمبر 4، فين 4 دي؟ ده الاورجن اللي بيطلع الاوفم او بيطلع الهرمونات، ده اللي بنسميه ايه؟ اوفري. تهيألي كل الكلام ده يعني المفروض هرسته، لو ما تعرفوش تبقى مصيبه. نمبر 6 اللي هي الانبوبه نفسها اللي بنطلع الاوفن بنوصلها، دي اللي بنسميها فالوبيان تيوب او اوفي دكت. حلو. بكده نبقى عدينا سريعا على الايه؟ الاسئله اللي هي الاختياري. تعالى بقى فاضل لنا 20 سؤال مقالي نفكر فيهم ونشوف هنقول ايه. طيب نبدا كده. كويشن 141، give reason for formation of polar body في at the beginning of the maturation stage during maturation stages of oogenesis. طب عايز ايه يعني؟ ليه بنعمل بولار بودي؟ ليه في اول الماتوريشن بنعمل بولار بودي؟ ايه الهدف منه؟ اكيد عشان يقلل عدد مين؟ الكروموسوم من 2N الى N بس. يبقى عشان نعمل نخلي السكندري اوسايت هابلويد، او عشان اقلل عدد الكروموسوم الى النصف. حلو. واحنا على فكره كاتبينها لك كريزون في الصفحه اللي بعدها في النوتس هنا. ايه اهميه البولار بادي؟ عشان يقلل عدد الكروموسوم، بدل ما هي 2N تبقى N، او هتكتبها يقللها الى الهاف. ماشي. تعال نخش على السؤال اللي بعده. 142، ايه الفانكشنز بتاعت الفيميل جينيتال سيستم؟ قلت لك انا مش حافظهم، انا عارف ثلاث حاجات. الاوفري بتعمل ايه؟ فالوبيان تيوب بتعمل ايه؟ اليوترس بيعمل ايه؟ الاوفري بتعمل ايه؟ اوفم فيميل سكس هرمون. فالوبيان تيوب بيعمل ايه؟ سايد اوف فيرتلايزيشن. الرحم بيعمل ايه؟ مكان البريجنسي. هما دول التلات حاجات اللي بيحصلوا عندي. فبالتالي هتبقى الاجابه هنا ايه؟ شرح 1 2 3. وصلت؟ حلو. تعالى هنا ندخل على كويشن نمبر 143، بيقول لك امتى سكند مايوتيك ديفيجن بيحصل؟ امتى ميوزيس 2 بيحصل؟ after entry of the sperm for fertilization، بعد دخول السبرم عشان نعمل fertilization، ده الوقت بتاع ميوزيس 2 اللي بيحصل في الاخر خالص. ضم. حلو. تعال اخش على question 484، بيقول لك في انهي مرحلة المالتبليكيشن والجروث فيز بيحصل؟ امتى بدأنا اول خطوتين في تصنيع الاوفم؟ لما كانت البنت جنين في بطن امها. هنكتبها ازاي؟ ان حصلت during embryonic ايه؟ stage، اثناء مراحل ايه؟ الامبري. ضم. حلو. تعال نخش على 45، describe the structure of ovum coat. طب انا هيجيلي في الامتحان describe؟ لا طبعا، ده عشان سعادتك ما بتذاكرش، فبخليك تنقل وصف الاوفم فبالتالي تذاكره، اللي هو thin cellular coat، هو لف خلايا رفيع، السيلز هيل توجذر، الخلايا ملزوقه مع بعض بماده اسمنتيه بنسميها هيالو يورونيك اسيد.
بس يبقى انا عايزك تنقل دي، عشان ايه؟ الكتابه هتخليك تشوف المعلومه وتركز فيها، فما تجيش تقول لي انا ما خدتش بالي انها موجوده في الكتاب. هو ده كل الهدف من السؤال. وصلت؟ جميل. طيب هو ده كده اجابات ثين سيلر كود وهيالورونيك ايه. نيجي بعد كده لسؤال 146، بيقول لي ايه؟ بيقول لي mention the function بتاع الالاستيك ليجامنت اللي ماسكه في الفيميل جينيتال سيستم. ليه في اساتك عند الست؟ عشان لما تحمل يتمدد ونعرف نرجعه او تو الاو اكسبانشن ديورينج بريجنسي، عشان يسمح بالتمدد اثناء الحمل. حلو. ومن هنا تعالى نخش على السؤال اللي بعده. ايه اهميه الفيميل جينيتال سيستم للمره الثانيه؟ الاوفري بتعمل ايه؟ اوفا هرمون، فالوبيان بتعمل فيرتلايزيشن، يوترس بيعمل بريجنسي. الثلاث حاجات الاساسيين بتوعي. طيب تعالى نخش على السؤال اللي بعده، البولار بادي. ما اهميه البولار بادي؟ عشان نقلل عدد الكروموسوم، بدل ما هي 2N تبقى N. جميل. تعالى نخش على اللي بعده. على فكره سؤال حلو للمذاكره اكتر من امتحان يعني. الايجيوك بيعمل ايه؟ عشان يغذي الجنين. حلو الكلام، وخاصة في الحيوانات اللي بتعمل بيضة، عشان خاطر ان الايج دي تقدر تستغلها لغاية ما تكبر وتبقى كتكوت. ماشي. تعال نخش على السؤال اللي بعده، لتر دي. اه بالمناسبة الرسمة الابيض واسود المعفنة دي شايفها؟ ما تيجي نبص عليها. واحد دي الليجمنت اللي بتربط مثلا الاوفري في الليجمنت، الالاستيك ليجمنت. بي واضح ان دي بتاع صغننه قوي، يبقى دي جرافيان فوليكل بس ام ماتيور. حلو. في سي وفي دي، واضح ان الاثنين دول جرافيان فوليكلز كبير، بس ممكن تكون سي بتشاور على السكندري اوسايت اللي جواها، ده لو نظري كويس يعني. ايه بقى السكندري اوسايت اللي اتحذفت من الاوفر؟ اف ده جدار الرحم، اوفري وول. فلتر دي يمثل ايه؟ ماتيور جرافيان فوليكل. جرافيان فوليكل كبرت عندي. طيب لتر اي اكيد دي السكندري اوسايت، او نقول ريليز دو اوفم، الاوفم اللي حذفناه. اف جدار الرحم اللي هو اوفري ايه؟ وول. يبقى ده يمثل عندي الاوفري وول. ماشي. تعال نكمل. لتر دي از ترانسفورمد انتو اي بعد الريليز اوف اي، يعني الجرافيان فوليكل بعد ما تحذف الاوفم بواقيها هتتحول الى جسم اصفر، ماذا نسميه؟ كوربس ليوتي. برافو. طيب تعال نخش على اللي بعده. اماتيور دي، اماتيور جرافيان فوليكل، جواها برايمري ولا سكندري اوسايت؟ الصغيره جواها ايه؟ برايمري. يحصل جواها مايوزيس 1، فيبقى الكبيره جواها سكندري، يبقى الصغيره دي جواها ايه؟ برايمري اوسايت. وصلت كده فكرة؟ طيب امال الماتيور جرافيان فوليكل الكبيرة هيبقى جواها ايه؟ سكندري اوسايت. جميل. تعال نخش على اللي بعد. هنا السؤال بيقول لك ليه الميل جنيت بيتعمل بالمليونز على عكس الفيميل؟ عشان بيتوه في السك، يعني عشان تو كومبنسيت ذا لوس اللي هيحصل اثناء الجيرني واحنا رايحين للفيميل جنيت. يبقى مليونز تو كومبنسيت ذا لوس في العدد اثناء الجيرني للفيميل جديد. هي دي كده الاجابه عندي. جميل. تعال نخش على 56. ايه اهميه السيليه؟ كانت بتحرك الاوفم توصلها ناحيه مين؟ اليوترس. صح. خلي بالك لما اقول لك اهميه الفالوبيان تيوب يبقى قول لي بتوصل وفرتلايزيشن، بس أهمية السيليا أو الماسل كونتراكشن إنها توصل الأوفم فقط. ماشي. كل ده لسه أسئلة يعني بدائية ولطيفة شوية. هنا رسم لي رسمة لفيميل جينيتال سيستم. واحد ده فالوبيان تيوب، اتنين ده أوفري، تلاتة ده سيرفيكس أو عنق الرحم، أربعة ده اليوترس نفسه، خمسة دي اسمها فاجينا. حلو. يبقى ايه اهميه الفالوبيان تيوب؟ هو قال اهميته؟ لا، منشن ذا فانكشن اوف اوضا. في المواقف اللي زي دي هتحتاج تحكي كل حاجه تعرفها عن الفالوبيان. ليه بقى؟ لان هتقول اولها فانل شيلد اوبننج، يعني بتستلم اوفم. دي اجابه على فكره، والفينجر لايك بروسيسز بيساعد في الاستلام. هتقول ان عندها سيليا ومصل عشان توصل الاوفم ناحيه الرحم، برضه دي كمان لازم تقولها، غير ان هو سايت اوف فيرتلايزيشن.
يبقى لو احتجت اقول الفالوبيان او كل حاجه اعرفها عن الفالوبيان. يعني عندها فانل شيبد اوبننج اهو، حلو، دي رقم واحد. اتنين، ان هو موجود قصاد الاوفري عشان يستلم الاوفم تتحدف جواه. تلاتة، عنده فينجر لايك بروسيسز عشان انشور انه مسكها كويس. اربعة، عنده سيليا علشان خاطر ان هو يحرك الاوفم. خمسة، عنده سموث مصر عشان برضه يزق الاوفم، غير كلمة سايت اوف فيرتيلايزيشن. وصلت؟ كل دي اقدر اقولها حاجات مهمة للفالوبيان تيوب. طيب تعالى نخش على السؤال اللي بعده، بيقول لي فانكشنز اوف نمبر 2. دي سهلة. سهلة ليه؟ لان اي جونادز بتعمل حاجتين، 1 اوفم للتبادل، 6 هرمونز اللي هما استروجين وبروجسترون. يبقى 1 اوفم بالتبادل alternatively و 6 هرمونز اللي بينظموا المنسترال سايكل والامبريو ديفلوبمنت، اللي بينظموا مراحل تطور ايه الجنين. حلو، طيب تعال نشوف اللي بعده. عندنا هنا كويشن 59، نمبر 4، اليوترس، ايه اهميه الرحم؟ والله انا ممكن اقول مكان بيحصل فيه حمل لمده 9 شهور واسكت، ممكن ابقى ناصح وازود تفاصيل من اللي في الكتاب. مش عنده جدار سميك بيعمل الطلق اللي هو اللي بيضغط عشان يزق العيل ساعة الولادة؟ مش هو كمان شبه الكيس عشان خاطر موجود في البلفيك كافيتي عشان يحصل جواه الحمل لمدة 9 أشهر؟ فأنا نقدر نقول إن هو مصل ساك لايك أورجان، ده في عنده ثيك مصل وول عشان خاطر الجنين يتكون جواه لمدة 9 أشهر. فممكن اقولها كنوع من التلاكيك، يعني انا بقول وصف عشان اقول وظيفه، اقول عضلات عشان اقول هيزق عيل اثناء ولاده، اقول انه زي الكيس عشان يعمل حمل 9 شهور. حلو، اللي موجود في منطقه الحوض يبقى زودتها كده يا سيك، يبقى انا كده اديت اجابه كامله وشكل شيك، حتى لو ما كانش للامتحان فانت كده كده ايه هتذاكر بيها بس هتحفظ. الفاجينا، انبوبه عضليه 7 سم، ده وصف. نبدأ بقى، عندها جلاندولار ميمبرين، ميمبرين في غدة بيطلع ميوكس فلويد سائل لزج عشان يرطب الفاجينا، غير ان في فولس ثنائيات بتوسع اثناء الدليفري. يبقى ماسكولار تيوب في جلاندولار ميمبرين بيطلع ميوكس فلويد عشان يرطب الفاجينا. اتنين، عنده فولس ثنائيات عشان توسع اثناء الايه الدليفري. وصلت كده يا معلم؟ طيب نقدر نقول كده ان احنا الحمد لله ربنا ييسر لنا الحمد لله وخلصنا الهوم ورك الثاني او الشيء الثاني. اتمنى يا رب باذن الله ان انا اكون قدرت افيدكم وان انتوا تكونوا قدرتوا تجمعوا معايا الشرح بتاعنا. حلو، لو في اي حاجه ما قدرتش اوصلها لك او فيها صعوبه يا ريت ابعت على الواتساب، ابعت على الفيسبوك، او تسال اسيستنس في الحصه، او تسالني، عندك طرق بالهبل تقدر تتواصل بيها. حلو، واحنا معاك وفي ظهرك باذن الله لغايه ما نقفل الدنيا. وبالنسبة للفيديوهات بتاعتنا، لو لك اي كومنت، تعليق، تحسين شكل، تحسين منظر، فتحة نفس عشان خاطر تشتغل احسن، انا معاك وعامل قصارى جهدي باذن الله. نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي يا اولاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.